يعيش سكان مديرية المتون في محافظة الجوف أوضاعا كارثية جراء استهداف منازلهم من قبل مرتزقة العدوان السعودي الذين حولوا حياتهم إلى جحيم. مرور أكثر من 15 يوم منذ دخول الشهر الفضيل، وخروجات المرتزقة والعدوان مستمرة، وتدمير شامل وأخبار مفبركة تطلقها وسائل إعلام العدوان وحزب الإصلاح وقلب الحقائق على الأرض. حرب جائرة وأموال مدنسة تتدفق لتدمير وتشريد آلاف الأسر من مديرية المتون محافظة الجوف. هذه المديرية التي أصبحت مديرية منكوبة مرتزقة من الأرض يمطرونها بالمدفعية وصواريخ الكاتوشا وعدوان جائر من الجو يدمر المدمر. المديرية أصبحت مديرية خالية من السكان، مدينة أشباح وسطها مدمر بالكامل، وأطرافها من الجهة الشمالية شبه مدمر، حتى أن المنازل التي لا تزال قائمة تشكل خطر على من تبقى من الأسر فيها، نظرا للتشققات من الداخل جراء انفجار صواريخ العدوان ومرتزقة الريال بجوارها. على قصف المنازل المواطنين في منطقة المنصورة، وقصفوا المواطنين وبيوت المواطنين وحكم الأغنام والكل، دمروها بالكامل، يقصفوا عليها بالكادوشة والمدفعية وال37 بكل أنواع الأسلحة. كل هذا التدمير يأتي في ظل هدنة وحوار دولة الكويت الشقيقة، ولم يلتزم بها المنتفعون مرتزقة العدوان من أجل تدفق الأموال على دماء الأبرياء وأنين الأيتام. وطيران العدوان رغم كل هذا التدمير إلا أن مديرية المتون أصبحت للصمود عنوان ببسالة رجالها الأوفياء المساندين للجيش واللجان. فالكل يدرك كلما فشل العدوان وأذيال الريال في التقدم على مواقع رجال الرجال بجبهتي مزوية ومعمرة، شنوا غضبهم على منازل الأبرياء في المحزام وسوق الأثنين وآل حمد بن محمد وآل هضبان وكل جميل بهذه المديرية المنكوبة، في ظل صمت مريب للمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الصامت جراء جرائم هذا العدوان الغاشم ومرتزقة الريال على الأرض. كذا يستمر مسلسل الخروجات التي يكتب عليها مرتزقة الريال وطيران العدوان السعودي. المنازل التي تسلم من طيران العدوان من الجو لم تسلم من مرتزقة الريال على الأرض. هذه المنازل مدمرة وتم تدميرها مرة أخرى بالقصف المدفعي وصواريخ الكاتوشا من قبل المرتزقة، ونزوح الآلاف من الأسر إلى مناطق أخرى شبه آمنة. عبد الوهاب المران من شرقي مديرية المتون محافظة الجوف.